كثيره لاسعد بورحلي. بورحلي ينطلق مره ثانيه. بورحلي حاول يحافظ على الكره، تحكم في الريتم الفريق الجزائري. لاسر حاج عيسى، لاسر حاج عيسى خطير، مراوغه اثنين ثلاثه، جميل، ملعوبه يا باتجو، روعه روعه روعه. والثاني مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. لو تسجل كان يكون هدف ولا بالاحلام، كان ممكن تشوفه الا بطريقه الافلام، هي على طريقه امبراطور زيزو زيدان. مش ممكن، مش ممكن هذا الرائع، هو حاج عيسى والله يلعب 50% من امكانياته. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. روعه، تالق، مهاره، دقه رشاقه، العبها العبها يا فنان، انت من اصيلي الماس والمخلوفي وبلومي ومتجر. تمشي مره ثانيه، فريق الجزائر يلعب على الثاني والكرة تخرج الاوت. و85 دقيقة، 85 دقيقة، الوفاق يقترب يقترب، والمخرج بروح رياضية كبيرة، المخرج كويتي عاشق كورة، يحب الكورة، مغروم بالكورة، يتنفس كورة مثل الشعب العربي والشعب الكويتي. فهم انها لقطة غير عادية، انها لقطة نشوفوها مرات قليلة في الكورة العربية. برافو يا مخرج، روعة يا حاج، رائعة يا الازهر، ممتاز يا ستيف. بالفعل الكرة الأخيرة كانت جميلة جدا، لو تسجل هدف شخصيا ليس رأيي ملزم بطبيعة الحال، لكن عندي وجهة نظر شخصيا أصنفه الهدف الأجمل في دوري أبطال العرب هذا العام. والأزهر يبدع، والأزهر وحاج عيسى حقيقة هو اللي يعمل الشو، هو اللي أعطى طعم للمباراة. زميلي عدنان حمد في الأستوديو قال شوط أول لا طعم ولا لون ولا رايحة، الشوط الثاني يا عدنان ها هو الأزهر حاج عيسى ترك للمباراة عنوان، ترك للقاء اللون مع الطعم مع الرائحة. فنقول لك يا جزائر يا سلام، بالفعل كان ممتاز جدا الأزهر حاج عيسى في هذا الشوط.